مخلوق سهل، سجن الخالق في بدنك سهل، أمر منه أن يسجنك الله عن طاعته وعبادته، الأمر منه أن يمنعك من دخول بيته، الأمر منه أن يمنعك من الطواف حول البيت. إيش سوينا؟ إيش الكبر هذا اللي وصلنا له عشان الله يصرفنا؟ إيش الغرور اللي وصلت له أنا وأنت وأنتي؟ إيش الجبروت اللي وصلنا له عشان يغضب الرحمن، عشان يغضب ملك الملوك الكريم غضب؟ إيش اللي عملناه الكبر اللي في قلوبنا وما ندري إننا متكبرين، اللي يخلي الله يقول في الكتاب، في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. مو أنت اللي ما تصلي، مو أنت اللي ما تقرأ القرآن، ترى الله صرفك لأنك متكبر. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أحبابي الكرام، الله يقول: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ثم نسوا الله فنسيهم، والحمد لله أنه ما أخذنا بغتها.